في الحلقة الثالثة. هل أنتم حابين تكونون جزء من النهضة اللي قاعد تصير في عالم الرياضة؟ فيها نسبة أرباح وفيها مستثمرين بصورة خيالية. It's one of the biggest brands worldwide. أنا عجبني البراند. أنا حاب أكون وياك في هذا المشروع. ما في شك إحنا عندنا إن هذا الموجة القادمة. بنسحب. في مخاطر. ليش إحنا ما نقدر؟ هذا المكان اللي راح يكون مناسب له. بيبان لكل مجتهد باب.